كان بالنسبة للصقلي على حساب النوع ديال الصقلي، بحال هذا كيدير 50,000 درهم، ولكن الصقلي خصك انت تجيب لنا الصقلي ديالك باش نخدمو الحنابية به. الصقلي هو اللي غالي، والطرز والجلد حتى هو هذا، والخدمة فيه تقريبا هذا كيدير 2 ديال الخدمة فيه، وديال باش كيجي متقون بزاف 2 ديال الخدمة. الله يبارك فيك، شكرا. هادو كلهم الثمنات ديالهم 5 مليون. لا لا، ما كاينش شي كومود، ما عندناش حنا صناعه تقليديه. خصنا راك عارف عادي يعطينا باش ناخذوا الثقل اللي بغيت. هذا كيدير 3500 درهم. دابا شنو الفرق بيناتهم؟ هذا مخدوم باليد وهذا كلهم مخدوم باليد، هذاك باليد وهذا باليد. هذا الخدمه بالنسبه للمعلمه نقولوا في البدايه ديالها، عاد كتخدم، والبطانه ديالو ديال الحولي والجموع ديالو عادي، وهذاك الثقلي ديالو ديال الخارج، الجلد ديالو كذلك حتى هو، والخدمه ديالو كلها متقونه. مثلا هذا كيتخدم في 4 شهور، وهذاك في 2 عامين الخدمه. اشنو الدور ديالك انت؟ الدور هو كنصوبوا الزواقه، وكنجمع، وكنخاوي السرج، كنخاوي مثلا خص كل معلمه تكون مدفوعه مثلا الزيف وكان 34 قطعه كنعطيهم لهذا. ومني كتجيبهم المعلمه للطرازه اللي كتطرز، مني كنصوب لها الزواقه كنفرط العمل ونصوب للصق العمل اللي كتبعوا عليها المعلمه وتجيبوا، عاد كنحطوا انا كيف كنقولوا باش كناخذوا له القياس ديالو، وكنجيبوا الخراج وكيجلس اللي كيكون خصو يكون ممتاز من الناس القدام، ماشي اللي جديد ولا عاد كيتعلم. المدينه اللي معروفه في الصنع ديال هادشي فاس، هو فاس صناعه تقليديه 100%، والحمد لله دابا كاين واحد التطور، لان كانوا جوج الناس بقاو في هذه الحرفه، كانت في النقيره، والحمد لله القوات المسلحه والحرس الملكي ومؤسسه دار الصانع، وهذا الاسبوع ديال الفرس ديال الجديده واحد الدور كبير اللي لعبوا في هذا، باش الناس كيشوفوا الحرفه. بحيث في واحد مازال عقل السنه الاولى هنا كان تيقول شحال من واحد كان يقول لك هذا ما كنعرفش واش كيستعمل نهائيا. دابا تقريبا طالع في 40 سنه ملي كان انا ابن عن جد في هذه الحرفه، في هذا الدومين ديال السروجه. نعم، بطبيعة الحال لا بد، لأن إلا ما صوبش السرج أول ما نصوبه المقاس، لأن دابا كل شيء ولا في القياس. في الأول كان متر على متر كان تيغطي العود، دابا كيخصهم يبان العود، الظهر ديال العود كنديرو كاين اللي كيبغي 95 و90. وبالنسبة للعظم كان تيكون كاينين بزاف الأشكال ديال العظام على حساب الجلسة. إلا ما صوبوش العظم مثلا في يكون المقاس ديالو وندير الغباره ديالو ونطلع نجلس نشوف واش مريحه ولا لا، ما يمكنش يدوز. غادي توريني احسن سرج عندك اللي كتحبو هذا الشيء. بالنسبه لهذا السرج هذا تقريبا الزواقه ديالو باش كيف ما كنقولوا باش خدمتها باش تصوبت، جمعت الزواقات القدام اللي تقريبا 3 أو 4 ديال الزواقات، ودخلت وحده في وحده، وبقيت كنقادهم بالفصاله ديالهم، باش عاد عطاتنا هذا المنظر هذه اللي جا بحال اللوحه. الحمد لله هذه النتيجه كانت فيه مزيانه، انت كتشوف بحال اللوحه. هادو بالنسبه ما كنخدموهمش يلاه ما عندهمش الثمن، لان بحال الا نقولوا بحال هذه هي الحرفه، باش كتبقى شي حاجه اللي ملي كيوجد كيكونوا هي هدايا، ما كيكونوش بالنسبه للبيع. الله يبارك فيك، شكرا.